حنكون مع ضيف أبدع برسم لوحاته، وكان الأنثى حصة كتير كبيرة ضمن رسوماته. كان له مشاركات محلية وعالمية، وأيضا كان له معارض فردية وجماعية. ضيفنا لليوم هو الفنان علي داغر. يسعد صباحك أستاذ علي. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك. يعني اليوم مجال دراستك مختلف عن مجال الرسم، ايمتى بلشت وكيف دخلت لهذا المجال؟ هلا مجال دراسي اكيد مختلف، بس الفن منه حكر على اكيد طبعا مهنه معينه. يعني بنلاحظ في اطباء مثلا، في عندي صديقه دكتوره وعازفه بنفس الوقت. في بنلاحظ كمان جنود او ضباط، رسامين او فنانين او بيعزفوا على اله معينه. احيانا الموهبه اقوى بتكون أكيد من الدراسه. أكيد يعني الفن منه حكر على دراسه او مهنه معينه، الفن هو طبعا يعتبر كهواية يمارسها الإنسان، يعني نوع من ترفيه بالنسبة له. طيب أستاذ علي، خلينا نوضح شو اليوم دراستك. هلا أنا كدراسة خريج لغة إنجليزية، اشتغلت مجال التدريس والترجمة. خلينا نروح في موهبة هيك حسينا فيها فجأة، وفي ميول طفولي. نحن دائما الموهبة بتبلش بمرحلة كتير مبكرة ونشتغل عليها. خلينا نحكي عن فترة التركيز على الموهبة. تفرغت لها بشكل كامل أو لا بعدك بالتدريس؟ هلا من مراحل الطفولة كان في ميل وحب للفن. طبعا مع الوقت لما هيدا الميل لا استحسان للجمهور صار تركيز أكثر، بلش التركيز بمجال الفن في مرحلة ما بعد الدراسة الثانوية. طبعا بلشنا بمرحلة الطفولة بمعارض على مستوى مدارس، وبتذكر كان بأيام مدرسة ياخذونا رواد على مثلا مادة رياضيات مستوى المدارس. تماما أنا طلعت الأول برائد على مستوى الرسم. شو كانت أول بالرسم بتتذكرها؟ الرسمة كان بتذكر عبارة عن شاطئ وقارب، ويعني شاطئ شيء من الطبيعة. ايه تماما. طب استاذ علي، هلا نحن وحضرتك عم تحكي عم نتفرج مع المشاهدين على مجموعه من الصور. خلينا يعني اغلب الصور هي للسيدات او الانثى. نحكي ليش اخترت هذا الشيء بالضبط، وقد ايه بتعني لك؟ يمكن كل صوره عم نشوف فيها حاله مختلفه عن الحالات الثانيه، عم تصور فيها يمكن حتى بالالوان، باختيار الالوان، باختيار البورتري، كل حاله مختلفه عن الثانيه. اكيد اكيد. هلا ليش الانثى؟ لطالما كانت الانثى مصدر الهام كبير للفنانين وفي السينما وللكتاب والشعراء، ما بس بمجال الرسم. كانت مصدر الهام كبير، وهي موضوع حساس جدا، لان المراه يعني تعتبر المراه كائن انفعالي ومشاعره دائما واضحه على وجهها بشكل كثير كبير. تماما. فلهيك موضوع المرأة موضوع حساس وموضوع جذب. حتى يعني أشهر لوحات عالمية كلوحة الموناليزا هي كان موضوع عن المرأة، فهي موضوع جذب أساسي ورئيسي بكل الأعمال الفنية. طيب طالما ذكرنا دافنشي، خلينا نروح للمدارس. اليوم كثير من الفنانين بيقول لك انا تاثرت بالمدرسه الفلانيه، تاثرت بالفنان زين من الفنانين ومشيت على خطى. وفي حدا من الفنانين بيقول لك لا، انا كان لي عالمي الخاص وكان لي خيالي الخاص بفني. اليوم علي بشو تاثر؟ هلا بالبدايه تاثرنا ببدايات الفن، اثر بالطبيعه الصامته، بيرسم الطبيعه من اشجار وجبال وانهار الى اخره. فيما بعد بمرحله متقدمه تجرأنا اكثر على رسم الوجوه. تاثرت بالمدرسه الواقعيه، طبعا المدرسه الواقعيه كلاسيكيه تعنى برسم الوجوه بالتفاصيل الدقيقه. طبعا فيما بعد انت بس تجتاز اول مرحله من مراحل المدارس الفنيه، مثلا المرحله الواقعيه الكلاسيكيه، تجرأنا اكثر على مدارس اخرى. شو يعني تجرأنا؟ ايمت الفنان بيروح لكلمه تجرأنا؟ يعني كلمه تجرأنا بيصير يستخدم خياله اكثر، بيصير يسرح بالخيال اكثر بمجال الفن. اول شيء بيكون مقيد بعناصر واشكال محدده بالفن، يعني مثلا وجه معين بيرسمه بشكل مباشر بدون إضافة أي مؤثرات مثلا من خياله. تماما. فيما بعد بتصير أنت تجنح أو أنك تنتقل لمرحلة أخرى من الفن، فبتصير أنك تضيف تفاصيل من خيالك. ممكن تضيف مثلا
ترسم شخص تحط له أجنحة ملاك مثلا أو هالة معينة أو ممكن تلعب على الخلفية أكثر أو تضيف ألوان أنت من عندك. طيب علي، عادة الفنانين وخصوصا اللي بيكون الرسم مثل ما حضرتك حكيت هي موهبة إلهم ببلشوا عرض نفسهم خصوصا بهذا الوقت اللي نحن متواجدين فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن يعمل صفحة وفي البعض بيروح لا أنه أنا بدي شارك بمعارض بالبداية قبل ما أعمل مثلا صفحة خاصة فيني سواء فردية أو جماعية. حضرتك بلشت بأنه أسلوب لنشر طبعا صورك وموهبتك؟ هلأ بفترة دراسة الجامعية ما كان لسه السوشيال ميديا، يعني حكي بال 2003 2004، صحيح ما كان في انتشار كثير كبير للسوشيال ميديا انك تظهر او تعرف عن نفسك وتقدم نفسك للمجتمع كفنان. فبلشنا بمعارض على مستوى الجامعة، على مستوى مراكز ثقافية او معارض صغيرة مثلا بكافيه نشارك بعدة لوحات. طبعا مع دخول السوشيال ميديا جعل الامر اسهل طبعا، ففيك توصل اعمالك لاكبر شريحة ممكنة من المجتمع، ففيك انت عبر فيسبوك او عبر انستغرام او عبر يوتيوب توصل للعالم تماما، توصل للعالم ويوصل فنك بشكل مباشر تماما. فالسوشيال ميديا وسع افق الفن بشكل اكبر للفنانين يعني. طيب كونه عم نحكي عن المعارض، كان لك من فتره معرض حمل عنوان ملامح وخطوط، وقبله كان في معرض كمان اسمه اختلاف. خلينا نحكي اليوم عن الاختلاف بين المعرضين. اليوم دائما كل فنان بكل معرض بتجاوز بعد الثغرات بعد الهفوات، بيقول انا بهذا المعرض رح ما رح اوعى بالشيء اللي صار معي بالمعرض الاول. اليوم شو كان الاختلاف بين المعرضين؟ هلا الاختلاف بين المعرضين، المعرض الاول كان معرض جماعي وسمي باختلاف لان كان يحتوي على عده مدارس فنيه، يعني كل واحد جاي عنده موضوع معين. مثلا انا تابع للمدرسه الواقعيه الكلاسيكيه، الثاني مثلا تابع للمدرسه التجريديه، الثالث المدرسه السورياليه. فسمي باختلاف لان كل فنان كان تابع لمدرسه فنيه معينه. كانت تجربه جميله جدا وكانت يعني داعمه للفنان الشاب السوري. يعني الموضوع الاساسي هو دعم الفنان السوري بهذا المعرض اللي قيم بمركز رايزر هاب بالشعلان، المركز الثقافي البريطاني سابقا. معرض الفردي كان بصالة الشعب الفنون، أقيم من أسبوعين من هيدا التاريخ، كان باسم ملامح وخطوط، وكان يعنى بشكل أساسي بملامح وتعابير وجهية معينة. بيان من اسمه أنه له علاقة بالبورتريه يعني. أكيد. طب استاذ علي، يعني اليوم مثل ما حضرتك حكيت المعارض الجماعيه بتختلف اختلاف كلي بالحاله بالقيمه طبعا. صحيح. اليوم بنشوف كثير فنانين بيكون عندهم شغف يشارك معرض جماعي اكثر لحتى يشوف هي الحاله، يشوف الاختلاف بينه وبين فنان اخر. احيانا التجربه نفسها بتغني، احيانا بيكون دمج مو بس بين الفنانين، بين انواع الفن. في اوقات بيكون نحت مع رسم وغيره من ال... بالنسبة لك أنا أي أكثر بتفضل، الفردي أو الجماعي؟ هلأ لكل معرض مميزاته الخاصة. هلأ المعرض الجماعي بيكون في روح منافسة أكثر، لأنه في عدة فنانين، الواحد بيحاول أنه يقدم أفضل أعماله، تجارب مختلفة متنوعة، وبتكون أنه جو مناسب لعلاقات أكثر. يعني أنه ممكن أنت تنفتح على المدارس الفنية وعلى رواده أكثر. بس أنا بفضل بشكل خاص المعرض الفردي، لأنه بالمعرض الجماعي أنت مقيد بعمل أو عملين، بينما بالمعرض الجماعي فأنت حر أنك تقدم أعمال وطليق. يعني أنت شو ما بدك مثلا فيك تظهر أعمالك بشكل تسلسلي. يعني ممكن أنت تكون أفكارك الفنية مو بس عبارة عن لوحة، أنت بتأدي رسالة من عدة لوحات. هيدا الشيء ما كتير وارد بالمعرض الجماعي. فلهيك ثاني شيء، انت بالمعرض الجماعي انت مقيد بقوانين الجماعه، يعني في قوانين وقواعد معينه، بينما المعرض الفردي انت فيك تطرح قوانينك وقواعدك الخاصه. طيب اليوم الفنان اثناء المعرض الجماعي ما بيكون في تخوف اليوم انه يكون في فنانين حاطين رسومات او اعمال بنفس الفكره، عم تطرح نفس الفكره، هاي الغيره الايجابيه خلينا نسميها ايجابيه بتلاقيها موجوده ضمن المعارض الجماعيه؟ ممكن وارد هذا الشيء، لان
صارت يعني كان في تشابه بالأفكار باللوحات؟ أكيد أكيد، بس يعني كل واحد عنده روح خاصة، أو ممكن يرسم اللوحة من زاوية الرؤية اللي هو بيشوفها أو المدرسة. الواحد ممكن يرسم الفكرة بشكل واقعي، والفنان الآخر ممكن يرسمها بشكل تجريدي، يعني تختلف. هلا اكيد بيكون انه ممكن انه انت من وين اخذ الفكره، بس نحن بنعرف كل فنان عنده سريه خاصه بي 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 بمجال عمله بالفن، يعني ممكن نحن نتفاجئ بعمل الفنان ضمن معرض، فما كثير في هيدي السرقه، الا اذا ممكن في سرقه اعمال بشكل انه انا ممكن ارسم موناليزا او اقلد فنانين، مو اني اسرق الفكره، ممكن اقلد. خلينا نقول عنا تخاطر، اليوم احيانا هيك الواحد بتخاطر يعني. هلا اكيد اكيد في تخاطر، احيانا ممكن شاعر بنلاحظ من زاويه اخرى شاعر عم صحيح. يوصف نفس الحالة. الابيات الشعريه او الحاله الموجوده بس بصياغه اخرى. كذلك الامر بالفن، ممكن يصيغ الفنان نفس الفكره بس بشكل اخر. صحيح. طيب استاذ علي، خلينا نحكي اليوم عن البيئه للفنان. ما في فنان ما بيتاثر بالبيئه اللي نشا فيها، يعني بنشوف احيانا اهل الساحل بيكون الا ما يكون الفنان عنده لوحه او لوحتين من البحر متاثر فيهم، وغيره ايضا من الجبال وغير الطبيعه. يعني دائما الطبيعه هي بتكون اول شيء بيجذب نظر اساسي او مصدر للالهام. اليوم شفنا اكثر شيء عندك هو خليني اقول التجريدي مثل ما بيسموه او الانثى، يعني انت رحت بمجال اخر ولا لا؟ كمان في لك لوحات عن الطبيعه تاثرت فيها؟ لا، الطبيعه اثرتنا بكثير تفاصيل غنيه يعني في مجال الفن بالبدايات، صقلتنا اكثر. فيما بعد هلا الرسم اختصاصات، الفن اختصاصات مثل الطب، مثل اي شيء، مثل الهندسات، يعني هيدا هندسة مدنية، هندسة عمارة، هندسة كهرباء إلى آخره. كمان نفس الشيء الرسم اختصاصات، مثلا من بورتري وجوه إلى رسم طبيعة صامتة إلى تجريد إلى آخره. طبعا أنا لقيت نفسي أكثر بمجال رسم البورتري، بورتري الوجوه، لأن بيتطلب جرأة وتحدي كبير، وأنا بحب هذا النوع من الفن. بيطلع فيه بصمة خاصة بالفن. أكيد أكيد. بتحب اليوم علي انه يكون عندك جرأة برسوماتك؟ شفنا كثير من الفنانين واستضفنا كثير من الفنانين كان عندهم جرأة وتجاوزوا شوي خلينا نقول الخطوط الحمراء بالنقد، حتى بالبورتري يعني بملامح الوجه، وتعرضوا كثير لتنمر وانتقادات، ولكن كان لهم وجهة نظر بفنهم وبطموحهم. فشو رأيك بهي القصة؟ هلا لا يخلى الامر، يعني النقد دائما موجود، لو مهما الواحد عمل بمجال الفن واشتغل، فالنقاد هيدي وظيفتهم وشغلتهم بالحياه يعني. والنقد الايجابي انه الانسان الفنان، او عفوا النقد البناء، الفنان المتوازن او اي انسان متوازن يجب ان يتقبل النقد الايجابي، لانه النقد الايجابي هو او النقد البناء عفوا بيرتقي باسلوبك اكثر وبفنك اكثر. هلا انا واجهت نقد كمجتمع عربي اسلامي بمواضيع المراه، خاصه انه موضوع المراه موضوع حساس وجريء. ففي بعض لوحات كان ممكن في جراه بتقديم موضوع المراه. هيدا الشيء واجهت فيه نقد كثير كبير، بالاخص على السوشيال ميديا. بيجيني بعض كان رسائل بالانبوكس انه كيف تعاملت معه علي؟ يعني كيف اليوم في 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 رده فعل بجوز كنت هلا النقد اللي اجاني وفي رواء، يعني اليوم شلون علي تعاملت معه؟ بمنتهى الرواء، لانه في انت ما ممكن ترضي جميع شرائح المجتمع بفنك. أكيد. الناس اراء مختلفه، فانت رايك الناس غايه لا تدرك تماما، لهيك لهيك تماما. فبدنا نضطر اوقات انه نساير الوضع وانه نحكي بشكل كثير محبب. شو ابرز التعليقات اللي اجتك؟ كنت عم تقلنا عن ابرز التعليقات، شو ابرز؟ هلا اسلاميا مثلا فرضا كان يجيني تعليقات انه تصوير الاشكال او الاوجه مثل عمل الاصنام، وهذا شيء خاطئ ومنافي للشرائع الاسلاميه. لسه في ناس بتفكر بهالاسلوب؟ في ناس، طبعا هذا بالنهايه راي، وانا صحيح. بحترم راي اي انسان. صحيح. كنت واجه هيدا الآراء باحترام وشكرا كثير لرأيكم، لو انه يعني واجهت نقد لازع. طبعا هيدا النقد كنت واجهه من غير الفنان، الفنان ما بينظر بهذا الاسلوب. طبعاً. كنت واجهه من المجتمع. هلا انت بالنهايه عم تعمل فنون بصريه للناس لتشوفها، فانت بدك تقبل آراء الناس جميعا. اكيد. طيب علي، قبل ما نروح لعند سلمى، اضطريت تحذف شي لوحه عن صفحتك بعد هي الانتقادات اللي اجتك؟ هلا حذفت بعض، رسمت بعض شخصيات طلبت مني
تابعة لسياسي معينة. فنحن بنعرف بالمجتمع وخصوصي بمجتمع الأزمة السورية دخلنا بكتير فصائل معينة وإلى آخره، فاضطريت أحذف بعض الشخصيات يلي بتحمل يعني معاني سياسية، لا مو غير مرضية، أنه بتحمل معاني سياسية أو أشخاص سياسيين، فاضطريت أني أحذف كرمة أنه ما يصير أي لغط أو أي مشاكل، لأنه بالنهاية أنا إنسان بحمل هوية فن. صحيح. ما في داعي أني أدخل بمجال السياسة وهيدي المواضيع. طيب خلينا نحكي اليوم عن التجربة بحد ذاتها، اليوم لوين علي ناوي يوصل؟ طموحك بمجال الفن هل رح يبقى موهبة إلى جانب عملك بالتدريس والترجمة أو لا؟ هلأ الصراحة أول شيء أنا اشتغلت بمجال التدريس والترجمة مع الفن، بس فيما بعد لما لاحظت أنه لقيت استحسان أكثر بمجال الفن، فصرت شوي شوي أخرج عن مجال التدريس والترجمة. طبعاً الواحد بس يشوف حاله أنه لقى حاله بشيء معين بيترك أي شيء تاني، يعطي الاهتمام الأكبر. صحيح. أنا هيك صار معي، فشوي شوي صرت انسحب من مجال التدريس والترجمة، لأنه بصراحة أنه ما لقيت فيه هيدي، يعني هو شيء جميل جدا انك تكون انت طبعاً انسان ملم مثلا بمجال التدريس والترجمه او مجالات اخرى ومجال الفن، بس لما لقيت انه في استحسان من الجمهور بمجال الفن فتابعت اكثر مجال الفن. طيب علي ما بتخاف اليوم يجي وقت تندم انه انت تركت التدريس ورحنا لشيء ثاني؟ اليوم الرسم هو خلينا نقول يعني مشروع اقتصادي لك، عم تقدر تعيش منه؟ اكيد اكيد. طيب كل فنان وكل حدا بحب شيء بحياته بيواجه صعوبات، في معوقات امامه، خلينا نحكي اليوم عن اهم الصعوبات اللي ممكن تواجهك كفنان تشكيلي. هلا الصعوبات اللي ممكن تواجهني كفنان، في صعوبات مجتمعيه، يعني ممكن انت البيئه اللي انت فيها مثل ما حكينا من شوي، صحيح، ما ممكن تتقبل هيدي الاعمال الجريئه اللي انت عم تقوم فيها بمجال الفن، ممكن تواجه بعض أجوبة لازعة، وهذا الشيء أنت بدك تكون إنسان دبلوماسي بالواقع، يعني أنك تبتسم بمجرد ابتسامة للأشخاص اللي بيحكوك بهذا الأسلوب، لأنه النقاش فيه بصراحة مزعج جدا. عقيم. تماما. هذه أحد المعوقات. معوقات أخرى، المعوقات اللي فينا نسميها دخول الأزمة السورية والمشاكل والضغوط والحصار اللي واجهناها عبر 10-11 سنة، نحن بنعرف كان واقع أليم جدا بالنسبة للواقع الفني التشكيلي. الفن بحاجة طبعا لألم، وبحاجة بنفس الوقت لعنصر الراحة والأمان، فكنا نواجه عنصر عدم الراحة وعدم الأمان، هيدا الشيء كان يأثر نوعا ما على واقع الفن عندنا هون بسوريا، وبالإضافة للحصار قيد أعمال الفنية بالذهاب إلى الخارج أكثر ببعض أمور، ومع معارض عالمية مثلا، أنا في معرض اندعيت عليه بفرنسا، بس لمجرد انه انت طبعا هيدي بالايام الازمه، مجرد انه انا سوري تمرفت، يعني هيدي احد المشاكل والمعوقات اللي واجهناها من خلال الازمه. كمان ادى الحصار لانقطاع المواد وغلاء العمل الفني، مكلف جدا، اصبح طلب مواد معينه وتكلفه معينه، يعني كانت اللوحة تكلف شيء لصارت تكلف أضعاف كتير كبيرة، خصوصي في أدوات وفي مواد موجودين بأوروبا مثلا ما عاد عم تدخل على سوريا، ما عاد موجودة، عم موجودة مثلا أدوات تقليدية. نعم. يعني بالختام بدنا نتشكرك على وجودك معنا وعلى كل المعلومات. شكرا كثير عاصمة، شكرا جميلة، شكرا كثير، يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحك علي، نور صباحنا هيك، ونتمنى لك التوفيق ونشوفك بأعمال مميزة وحلوة. شكرا كثير، يسعد صباحك.